أولاً حابة أني أهني جميع نساء العالم بمناسبة تسمية السنة هذه عام المرأة، وجزيل الشكر للإسيسكو وجلالة الملك محمد السادس. المستقبل يقولنا الشيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره أن المستقبل ملك لأي شخص يقدر يتخيله، يقدر يصممه وينفذه. وأنا هني أذكر جميع أخواتي في العالم العربي وفي العالم أجمع أن كل وحدة عندها القدرة على أنها تتخيل وتصمم وتنفذ المستقبل اللي هي حابة تشوفه. أتمنى لكم عالم سعيد مليء بكل اللي تتمنونه.